خميني هو يعني ليش هو الإمام في الوقت الحالي بما أنه مش غايب الإمام الاثناش؟ لا لا لا، هو هذه ولاية الفقيه مش إمام، ولاية الفقيه مش إمام بالمفهوم اللي متحدث فيه، مش إمام بالمفهوم اللي متحدث فيه. الآن فالأئمة عندهم بدأوا من، أنتوا انتبهتوا الفكرة، العدل الإلهي يقتضي أن لا يخلو زمان من إمام، طب يا جماعة لو جينا قلنا طب احنا الآن إذا كانوا الأنبياء والرسل عبر التاريخ 124,000 منهم 315 رسول، طب اليوم بتجد انت في بلاد المسلمين في اكثر من 124,000 داعية، انت ليش بتقول لا يجوز ان يخلو زمان من امام وبتفترض انه العدل الالهي لازم يكون في امام؟ ليش انت خايف من ايش يعني؟ عشان ما فيش رسول، ما في دعاء وفي علماء وفي مش هيك وخلصنا واكتمل الدين وهذا الدين. انت فبقعد فلسفة على خط ولا هو يعني هذا الكلام انتم شايفينه منطقي انه العدل الالهي يقتضي؟ منين جبنا هاي انه العدل الالهي يقتضي ان لا يخلو زمان من امام؟ العدل الالهي اقتضى ان يخلو من رسل، منين جبتوا انه مش ختم الرسالات؟ مش ختم الرسالات؟ منين جبتوا لنا هاي انه العدل الالهي يقتضي ان لا يخلو زمان من امام؟ طيب لاحظوا الآن، طيب إذا وهذا هذه الفكرة، هذه الفكرة الأولى انتبهوا مهمة كثير هاي، ليش؟ لأن بعد شوي راح يوقعوا في مأزق، لا يجوز أن يخلو زمان من إمام. طيب مع أنه يعني ما خلي زمان من دعاء إلى الله، لا تزال طائفة من أمتي، ما الرسول قال وإن الله يبعث على كل رأس من يجدد لها دينها، من المقصود فيه مش فرد، من لا مش فرد يعني كل واحد يجدد اصلا في بابه، بجوز علماء حديث يجددوا في علم الحديث، في الفقه يجددوا في الفقه، في التفسير يجددوا في التفسير، في انتبهت كيف؟ اما ليش يكون واحد من، واصلا من من الفاظ العموم؟ طيب وانا برا الراس كيف يعني؟ الراس اللي هو عباره عن كيف الراس بالنسبه للجسد، معناته يبعث وين؟ وين بيكون البعث وبتشعر بالنهوض؟ في اول ثمن، لانه الراس اظن ثمن الجسد، الراس لما تقيسه للجسد يعني لحد 1920 في حدود ثمن مش هيك؟ يعني في نقول مثلا 15 سنه بتشوف اول 15 سنه صار فيها نهضه، ثم هذول اللي بيبعثوا اللي يعملوا النهضه بيستمر عملهم لاخر القرن، وانت فعلا بتلاحظ الصحوه 1400 ل 1415 كان واضح انقلبت موازين كثيره، ما هو 1400 كانت في بدايه الثمانينات مش هيك؟ الثمانينات والمن قد تكون مجموع مش شخص يعني، لا آه آه فيش شخص، لا لا هذا كمان في عصر التخلف كانوا يظنوا انه من تعني شخص، الشخص من؟ من يجدد؟ من للعموم يعني، من يقتل يعني اللي بقتل قاتل واحد، هو من يقتل يقتل، من يقتل يقتل يعني مبدأ هذا. طيب فبالتالي لما تطلع انت العدل الالهي يقتضي ان لا يخلو زمان من امام، طيب ممتاز وافقنا، مع انه يعني ليش ما في دعاء؟ في دعاء وعلماء تمام؟ و كل امام، طب منين جابوا هاي مش داري؟ كل امام بيعين الامام اللي بعده، ينص عليه، ينص عليه. طب هو علي اللي نص على الحسن؟
هم بيقولوا لك اه خلص خذ منه، مع انه ما سمعناش انه احنا في اي كتب انه علي كان ناصص على امامة الحسن. لما نرجع للتاريخ في الفترة اللي كان عايش فيها وما كتب من تاريخ، ما في كلام انه علي نص على الحسن. طيب والحسن نص على مين؟ بقول لك الحسن نص على اخوه الحسين، والغريب انه ما نصش اولادته، نص على مين؟ اخوه. بس من عند الحسين صار دائما النص في الاولاد مش الاخوة، بطل النص، بطل الواحد ينص على اخوه. علي نص على ابنه الحسن. طب والحسن مين نص عليه؟ الحسين. نص على الحسين على اخوه، مش على ليش مش على ولادته. لذلك في ناس راحوا على ولادة الحسن، انتبهتوا؟ في ناس راحوا على ولادة الحسن، اولاد الحسن. نيجي للحسين. طب الحسين نص على مين؟ بقول لك نص على علي بن الحسين. علي ابن الحسين. طيب وعلي ابن الحسين نص على مين؟ قالوا علي نص على محمد ابن علي. الزيدية قالت لهم لا، على زيد ابن علي. تبعتوا وين؟ مع انه في ناس راحوا في الحسن من اولها. اما لاحظوا من يوم الحسين كله بالاولاد بس، بصيرش في الاخوه. يعني بصيرش مثلا محمد ينص على اخوه زيد، او زيد ينص على اخوه محمد. هم بيقولوا علي نص على محمد، الزيديه بيقولوا لا، الامام هو زيد. فراحت الزيديه، والزيد على فكره كان استاذ لابو حنيفه. زيد بس زيد بدريش عن هالكلام كله. انت بتعرف كيف زيد؟ بس زيد خرج على النظام وقتل زي جده الحسين، خرج على النظام وقتل زيد. يعني زي صار معه زي الحسين، زيد ابن علي. طب نيجي عند محمد. محمد بن علي انتج جعفر، فقالوا نص على جعفر. صار عندي علي الحسن الحسين، علي بن الحسين، محمد بن علي، جعفر اللي هو السادس. عند جعفر طبعا على فكرة عند كل إمام فيه تفريعات، بس بديش أتوه فيكم. عند جعفر كانوا يقولوا الفرق الشيعة كانت يقولوا جعفر نتكلم عن ابن اسماعيل، كان له اسماعيل وكان له موسى. واذا المفاجأة ان اسماعيل يموت في حياة ابوه، يموت في حياة ابوه. طب كيف ناصص على اسماعيل؟ كيف ناصص على اسماعيل من انه يكون من بعده؟ ما هو معصوم عن الخطأ. ففي ناس تركوا التشيع بعد هالقصة، في ناس قالوا لا أنوكلكم انه مات اسماعيل، ما ماتش. فراحوا لإسماعيل، وهذول اللي بيسموا لحد اليوم ايش؟ الإسماعيلية، او بيسموا السبعية لانه هو عند الامام السابع اسماعيل. راحوا لإسماعيل اللي هم من الإسماعيلية، اللي قلت لكم هي من الإمام الإسماعيلي. هذول اللي اليوم جماعة الخميني راحوا لمحمد، قصدي لموسى، لموسى ابن محمد. لذلك بسموهم الموسوية، موسى ابن جعفر، موسى ابن جعفر. لذلك بيقولوا لهم الموسوية. إذن هم اثنى عشرية، جعفرية، موسوية، يعني بعد جعفر موسى. طب ليش قالوا موسوية؟ لأنه عند جعفر صار خلاف، فصار في إسماعيلي وموسوية، فهذول موسوية. طيب لاحظوا موسى إذن قديش رقمه؟ ثمانية. ثمانية. مش لازم يكون سبعة عند الموسوية؟
سبعة قصدي موسى السبع السابع ما هو جعفر جعفر السادس موسى السابع. طيب لاحظوا بعدين صارت تستمر لعند ال11 من نسل بعضهم عند ال11 الإمام ال11 اسمه الحسن العسكري وعسكري يعني نسبة إلى سامراء لأنه سامراء بنسبوا لها نسبتين ممكن يقولوا سامرائي إذا سامراء بنسبوا لها سامرائي أو بنسبوا لها العسكري ليش؟ لأنه لما بنيت سامراء في أيام العباسيين بنيت لتكون سكن للجند إبعادهم عن بغداد لأن الجند بدهم يبعدوهم عن الناس فعملوا لهم سامراء فصارت اللي بنتسب لسامراء يقولوا له العسكري أو يقولوا له سامرائي قلت بسافة شيخ أنا دورت شوي قلت من عند جعفر موسى ومحمد موسى وإسماعيل بعدين وصارت الخلاف وبعدين انخلقوا من موسى أي أولادته برضو كل زعمهم انه كل واحد كان ينص على ابن من ابنائه ظلت ماشية للامام ال11 الامام ال11 اللي هو حسن العسكري محمد ابن الحسن العسكري محمد ابن الحسن العسكري لا الحسن العسكري نفسه حسن العسكري وابنه اللي هو الامام الحسن العسكري المغير الحسن العسكري مات وليس له ولد مش قلت لكم الطريق فيها ألغام ليس له ولد فنتج عن هذا انه طب وين هاي قضية لا يجوز ان يخلو زمان من امام والامام ينص عليه من الامام اللي قبله ويكون من نسله شوي لا انا بتكلم كيف شو اللي صار ورد ويقر جميعا انه لم يكن يعرف له ولد بقروا كلهم ولكن في الان ناس كثيرين تركوا التشيع بعدها لانه معتمد على فكرة العدل الالهي ولا يجوز ان يخلو زمان من امام ايه هاي خلي من امام اثنين ينص عليه من اللي قبله لازم يكون من نسله من ولدي فاطمة ومن نسله من نسل الإمام اللي قبله من عند الحسن من عند الحسين صارت من نسله لازم مش أخوه مش هيك طب الآن ما فيش فتركت قطعات ضخمة التشيع أجوا ناس قالوا لا إله ولد إيه وينه مش شايفين قالوا إله ولد وكان مخبيه ولما مات سنة 266 هجري 260 لما مات الحسن العسكري تقريبا 260 هجري كان عمر الولد 4 سنين 6 سنين ممكن يختلفوا في عمره ما شاء الله عمره 1200 انتبهتوا ابوه مات 260 ابو مين ابو اللي بيقولوا انه طيب بتقروا معنا انه ما كانش معروف له ولد ننكر طيب طب ليش مش مبين الولد قال كان خايف عليه مخبيه خايف عليه من مين طب والمهم العباسيين بدهم يقتلوا الولد الصغير طب ما قتلوكاش انت يا ابوه مش بدهم يقتلوا الامام هاي الامام موجود مش هيك خايف عليه قال مخبيه طيب مدام مخبيه ومين اللي شافوا فلانة بتروي انها حملته وقامت وحطت طيب وهذا الولد ما كبرش يعني نشوفه يعني قالوا غاب فهون ظهرت فكرة الغيبة اذا اللي بيأكد انه ملوش ولد ظهور فكرة الغيبة
لأنه فكرة الغيبة قبل هيك مش موجودة. تخريج الغيبة. آه. انتبهتوا كيف؟ يعني فكرة الغيبة قبل هالكلام هذا مش موجودة. ليش صار في غيبة؟ شيخ الحسن العسكري من الناس الصالحين ولبكوه. كله. بيعرفوش الموضوع. حتى لو كانوا غير صالحين بيعرفوش القضية. انتبهت وين؟ يعني هو بيجيش من نسل الرسول ناس مش صالحين؟ آه. حتى لو كان مش صالحين. طيب وين الغيبة؟ لماذا غيبة؟ وين راح؟ غاب. غاب غيبة ولكن يتصل بالناس عبر سفراء. معناته اللي يبدو اللي لفكوا موضوع الغيبة بدهم هم يصيروا اللي يأخذوا من الناس الزكوات اللي هي تقريبا 20% عند الشيعة. ما هي زكوات بتروح للإمام عبر مين؟ تصوروا لما ناس قطعات هائلة من الناس بدها تدفع كل سنة 20% من مالها. فكان هذا السفير يأخذ الزكوات مشان يوصلها للإمام الغائب. ما هو اللي له حق يجمع الزكاة. فصارت تروح الأموال الهائلة اللي هي ملايين بدها تكون تروح عبر مين؟ عبر السفراء للإمام الغائب. يبدو آخر سفير كأنه مش متوقع يموت. مات بدون ما يعين السفير اللي بعده. مات بدون ما يعين السفير اللي بعده مشان يأخذ. فدخلت الغيبة الكبرى. يعني لا ما طولتش كتير. الآن ناسي بالضبط قديش كم سنة بس مشيت يعني أكثر من 30-40 سنة. مشيت المسألة ناسي الآن بالضبط تاريخ وفاة السفير الأخير. كانت في عائلة معينة ناس معينين. آه طبعاً. آه فهون لما دخلت فهون دخلت الغيبة الكبرى. فأصبح الإمام المنتظر محمد بن حسن العسكري لا يتصل بالسفراء. فيش سفراء. فيش سفراء. ودخلت الغيبة الكبرى. لما دخلت الغيبة الكبرى طيب جيد تفهموا انه في غيبة الإمام. بعدين الآن بدناش ندخل في الفرق اللي داخل التشيع. فرق كثيرة جدا داخل الاثنى عشرية. في منها مغالية وفي منها يعني نص على نص وفي معتدلة. حتى ضمن الاثنى عشرية تدخل بتلاقي في مغالاة إلى درجة الكفر ضمن الاثنى عشرية. انتبهتوا كيف؟ وفي لذلك بتجد فيهم اضطراب واختلاف. يعني مثلا قناة المستقلة هاي اللي بتبث من لندن جابت تقريبا 30 حلقة كان فيها واحد الشيخ الأمين محمد الأمين من لبنان وجابوا كمان وجابوا كمان واحد شيعي وسني. كانوا يكونوا قاعدين أربعة اللي بقدم البرنامج سني ومحمد الأمين شيعي وكمان شيعي. كنت تجد إنه في هذا البرنامج بالذات دائما السنة مع محمد الأمين الشيعي اللي هم علماء لبنان ضد السن ضد الشيعي. كان عثمان الخميس. لا أقصد لا ما هو أكثر من مرة بس كنت تجد إنه بيعتبروا محمد الأمين بنحرف اللي هو شيعي. فأنت بتقدرش تصدر حكم عام عليهم لأنه عندك هاي محمد الأمين مثلا في بخالف هذولك في قضايا. طبعا هو خالفهم في قضايا إيش فجة يعني زي كيف يعني الأئمة يعلمون الغيب. محمد الأمين بيرفض هالكلام بس بيؤمن في الإمامة زي ما قلت أنا.
مثلا بيرفض محمد الأمين إنه تيجي تزم أبو بكر وعمر، وبيجيب أدلة إنه لا، هايو في في هاي في كتب الشيعة القدماء هايهم بيمدحوا أبو بكر وعمر. في في إذن في خلافات، في خلافات عميقة بين الفرق نفسها. في في إذن في خلافات، في خلافات عميقة بين الفرق نفسها. في تفصيلات، مش في هاي. يعني احنا نعطيكم الاساسيات اللي بيختلفوش فيها، يعني مش مرجعيات انهم في ايران في العراق وفي كذا، ولا مرجعيات مختلفه. هم مع كل لهم عجائب في هاي المساله، كل واحد له مرجعيته. وعندهم العجيب انه بعد ما يموت الواحد انتهى ببطل مرجعي. يعني احنا مثلا بنقول ابو حنيفه قال والشافعي، هم عندهم في الشيك لا يجوز تقليد الا واحد موجود حي، لا يجوز تقليد الا واحد حي. يعني بتقلد اولاني، بتقلدش الا الحي كتقليد. اذا بدي اقلد انا لازم يكون حي، واتخذوا مرجعيه لازم يكون حي. شو تفصيلها هاي وليش هيك حي؟ هذه مسائل بعض من مسائلهم. واحد من ايران موضوع التقدير هذا كان موجود في القدم في التاريخ، يعني عند الفرس اللي كانوا عايشين في المنطقه، من باب أولى الناس اللي هم اللي عندهم. حسب المرجعيات وبجوز الدولة، يعني يعني ما حاولتش أبحث ليش، لكن لاحظت مثلا أنه هذا ياسر حبيب بيهاجم إيران وبذكروا الرجل الشاب اللي انقتل، وهذا نفسه المجتبى بيقول أنه الخامنئي بيقتل الشيعيات وتفاصيل. يعني مسألة إذن، لكن احنا بنتكلم عن الشيء اللي بيختلفوش فيه، هو بيتمهم برضه بيختلفوش فيه كلهم. مظبوط، يعني مش متشدد كيف انت حكيت لنا اول شيء فيه معتدل او شيء، هو هذا متشدد كثير وبحكي عن ايران هم معتدلين. يعني الان ما هو الخميني، الخميني يبدو بيعمل جاب فكره اصلاحيه، كيف الان مع غيبه الامام لا يجوز صلاه الجمعه، فقعدوا 200 سنة الشيعة بصلوش جمعة، 200 سنة. هذا واحد. اثنين، انسي موضوع زي صلاتنا، انا اقصد الجمعة بصلوش. شوفوا كيف الان. اثنين، الزكاة 20% طبعا تأخذ الخمس. الزكاة في غيبة الامام كانت يفتى الفتوى التالية، تدفنوا في الارض، تدفن المال في الارض اعتمادا على انه عندما يأتي الإمام محمد بن الحسن العسكري الإمام المنتظر رقم 12 عندما يظهر يستخرج كنوز الأرض، يستخرج كنوز الأرض، فكانوا يدفنوها. ثلاث، ما يجوز الأمر بمعروف النهي عن المنكر بالقوة، استخدام القوة والجهاد والتفاصيل وإقامة الدولة ما يجوز مع غيبة الإمام. فوصلت القضية إلى درجة مرات يدخل اللص على الدار مسلح وانا يكون معي سيف ما اقدرش ادافع، ما يجوز، ما يجوز. بقيوا بهذه الطريقه، فيش جمعه، فيش جهاد، فيش الزكاه تدفن، يعني فيش حدا ياخذها، الامام غايب تدفن. يبدو انه لما طالت الموضوع، لما طال الموضوع صاروا يفكروا بعدين، والعمل بعدين مش قليله، خصوصا تدفن خمس أموالي كل سنة بدها تندفن الخمس، تصور أموال الأمة قداش عمره بده يكون لما 200 سنة مبينش ولا اليوم؟ هو اليوم مش مبين. طيب شو أسوي لك؟ بدي أنا قايل لك سيرة شيعية. هو عايزها في الوقت المناسب. فهذا الكلام يبدو انه بدت المسألة معناته لابد من النظر في الموضوع وبدها حل. فبدت تظهر افكار زي افكار نائب الامام وصلاحيات نائب الامام، صارت تطلع اجتهادات. طب نائب الامام وانه نائب، وهذا النائب له صلاحيات،
منها أن يأخذ الزكاة، أن يقيم الجمعة اللي هو بيكون فقيه. تبلورت مع الزمان فيما يسمى ولاية الفقيه، يعني جعلوا للفقيه ولاية يأخذ من اختصاصات الإمام المهدي، مش كلها. فمثلا الإمام المهدي معصوم، هذا مش معصوم، قصدي الإمام معصوم، هذا مش معصوم الإمام، لكن هذا له مثلا صلاحيات، من ضمن صلاحياته بيقدر يأخذ الزكاة، يجاهد، يعني يقيم دولة، يصلي الجمعة، يعني يأذن للناس بصلاة الجمعة. فإذا هي كانت تبلورت هذه نائب الإمام شوي 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 عبر التاريخ، ثم تبلورت في صيغة إيش؟ ولاية الفقيه. لذلك لما كتب أحمد الكاتب كتابه تطور الفكر الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه، ما هي أصلا ولاية الفقيه نوع من المخرج من هالمآزق اللي وقعوا فيها، لأنهم ظلهم على الهامش طول عمر، طالما فيش الجهاد، فيش إقامة الدولة، فيش جمعة، الزكاة تدفن، والتفاصيل هاي كلها مشاكل. والعمل، العمل صارت يبدو. طب وطول المهدي ما طلعش، معناته بدأت الاجتهادات في فكرة نائب الإمام. بحطوش سقف زمن لظهور لا بحطوش. وما هو كل زمن بيكون مسيطر عليهم في كل زمن انه هذا زمنه، يعني خلصنا. فبالتالي اذا ولاية الفقيه هذه بلورة النهائية كيف بدنا نخرج من المآزق اللي احنا. فبيعطوا الفقيه ولاية، الفقيه ولاية. اي فقيه؟ لا، ما بيختاروهم، بيختاروه. يعني مثلا الخميني كان فقيه، مثلا الخامنئي بعده أجا. ليش بكونش عراقي مثلا أو لبناني السؤال؟ ليش بس إيراني أو فلسطيني؟ هذه تفصيل موضوع المرجعيات، ومين لمين بيرجع ولمين بيرجع. يعني أنا تفاجأت إنه في ناس بزعم من أهل العراق، إنه مرجعية المالكي مش السيستاني، مرجعية المالكي فضل الله تبع لبنان. غريبة، انت ملاحظ؟ ف مش معقول. طب هو الشيخ من لبنان ما ردوش على صار في العراق انه الشيخ تعاون مع، ما هو لبنان برضو فضل الله لسنين كان مقصى، يعني في خلاف بينه وبين حزب الله. بس كان في ناس بيكتبوا طبعا مش من بعض العراقيين انه